ودلوقتي يا جماعة إسلام قاعد على المكتب بقاله ساعة، تعالوا نروح نشوف هو بيعمل إيه. بتعمل إيه دلوقتي يا إسلام؟ إيه بيبي؟ بعد ثروتي. ثروتك بقت كام يا عوكة؟ 17 مليون جنيه. إيه؟ 17 مليون جنيه. اتفضل. هذه دينارات من الذهب والفضة. نعم نعم. كيفك يا حبيبي؟ 12 مليون جنيه. وانت قاعد بتعمل كل دول؟ انا قاعد بعد ثروتي عشان كنت عامل صفقة. هتشتري ايه؟ اشتري مش عارف. ان شاء الله اشتري. هتشتريهم يعني؟ ان شاء الله. كويس كويس. ويا ترى انت فاتح ايه على الشاشة دلوقتي؟ صورة أخيرة بقى ليك وأنت مع الفلوس كده بقى. ده على فكرة فيديو. يلا يا بيبي ايه بقى حتة؟ يا بيبي ايه؟ كول ميزاتي.